مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير عبر شاشة تلفزيون السلام وفي حلقة جديدة من برنامج ليش. اليوم قضيتنا قضية مهمة جدا تتعلق في النظافة، اللي هي النظافة المفروض تكون في كل بيت، في كل منزل، في كل حي من أحياء مدينة طول كرم وبشكل عام محافظة طول كرم. اليوم قضيتنا بتعلق في منطقة بين عمارتين. هاي المنطقة للأسف الشديد إنه كثير السكان وسط منهم شكوى بوجود الأوساخ، بوجود بقايا النفايات في هاي المنطقة. هناك بعض الأشخاص على ما يبدو غير المسؤولين بلقوا النفايات على هاي المنطقة بشكل يوم، يعني بترتب عليه تراكم للنفايات وبصبح يعني هناك صراحة مكرهة صحية وأيضا مكرهة بيئية. السؤال في برنامج ليش لليوم، ليش في هاي المنطقة في الحي الغربي من طول كرم بين عمارتين ليش تتراكم النفايات؟ ليش المواطن ما بمسك ظرف النفايات أو ما بمسك النفايات وبحطها في المكان المخصص لإلها؟ ليش في بعض المواطنين ما بتحلوا بروح المسؤولية، ما عندهم مسؤولية لأنهم يحافظوا على منطقتهم وعلى حارتهم اللي هون موجودين هم فيها، وبطبيعة الحال بتركوا الشارع عبارة عن مكرهة صحية وبيئية. خليكم معنا لنشوف الصور اللي بتتعلق في برنامج ليش اليوم.